ما الاسم؟ صالح عبد من عب احمد عبد الكريم أحسن وأفضل معاملة وكثر الله خيركم والله يفتح عليكم. ينزل حال ابن ينزل ولا شيء لأنه لا ولا تكتل ولا دواعش ولا بوشي. هذول ناس محترمين عاملنا أحسن معاملة ولا خلوا لنا شيء ندوم ودونا كل شيء قاعد أي شيء أي حاجة يطلب يدونا من أول حاجة لآخر حاجة قاعد من أول ما أفضل ما يروا غيرهم أحسن وإحنا مسلمين إحنا أمة واحدة لا دواعش. وعبد الملك الحوثي أنها حرب حزبية وليست حرب طائف حرب طائفية تحت مسمى اسم المخلوق هذول معاهم معاهم تحت مسمى دواعش تكفيريين هذول اسمعهم مصالح هذول ما لناش دخل بهم هذول يدوروا مصلحة انفسهم يدوروا مصلحة شعب حرب اليمني عندنا مصالح انا الاسير في محافظة بلع ومحافظون وعاملنا مع بلدنا من اي منطقة؟ بلد كيف المعاملة معك هنا؟ معاملة بالسيف طيبة الحمد لله وايش المطلوب؟ ايش طلباته؟ طلبات؟ كنا على عندها بأجباري طلب أنا علي عبد الله صالح ياسين عبد الرحمن الحرابي يسكن بمدينة دمن محافظة دمن والمنطقة اللي أعيش فيها أنا أقول لهم أنا فيها محافظة الضارع لا يقصر لا جهتي وأنا في خير وفي نعمة وخير عافي وأنصح كل مواطن يمني أنه يتجنب مكان الخلوبات وأقول لهم وأخاطر كل مواطن يمني أن لا يبيع نفسه ولا يبري نفسه بالزلط الزلط هذا يدمر كم من يمني وأنا أشوف أسرتي أنا في محافظة الضارع على أني بخير وتعافي لا يقصر في جهتي في أي حاجة اسمي عبد الله محمد أبنه من محافظة تعز مديرية القاهرة كيف المعاملة معاكم؟ معاملة الله الحبي المكان هذا يسلم يعني آخرة الأكل تمام والشرب تمام أكل وشرب ومنام كمان كله يسلم يعني رعاية خاصة تامة بالأسرة بالأسرة وإيش تناشد المواطنين والعسكر اللي يحاربوا في هذه الحرب؟ يعني تناشدهم أن يجروا للحرب أو أن لا يجروا لتجار الحروب؟ لا تحتاج تطبع هذا كان ها؟ يعني وصلت الله عند منطقة الضارع عارز عبد الله حسن منطقة؟ لا إيش المعاملة؟ كيف المعاملة معكم؟ معاملة طيبة أكل وشرب كل شيء أنا دارة تشتري واحد البلاد بالنسبة لل إيش تناشد أخوانك الجنود والمواطنين اللي انجروا للحرب إيش تناشدهم؟ لا ما ناشدهم ولا بأي حاجة أنا يعني العام سارجة أنا لا دخل بعوده لا دخل بشيء كيف المعاملة معكم؟ كويس